تغيير ثقافة المصريين بشكل. لذا أيضا تواصل الحكومة تنفيذ خطة الدولة والتوجهات المستمرة، وفي هذا الإطار انطلقت فعاليات حزب حماة الوطن بشأن تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم هذا التوجه من خلال هذا المؤتمر. يستهدف هذا المؤتمر حوار مثمر بين المعنيين بالتعليم والتعليم الفني بالمحافظة. والآن مع المتحاور السيد السادة الحضور أعضاء المنصة الكريمة، في هذا اليوم على التعليم الفني إن شاء الله النهاردة نتكلم بكل جوانبه ونعرف إيه تحدياته في مجتمعنا، قبول ورفضه، ليه بنقبله، ليه بنرفضه، موقفه في مجتمعنا، في قصارنا. ولما نتكلم على التعليم الفني ما نقدرش نتكلم ولا ما يكون من التعليم الفني النهاردة موجه إزاي. التعليم الفني النهاردة هل ليه إيجابيات؟ ليه معوقات؟ نقدر نسمعها من سيادتك. دكتور محافظة الحضارة والتاريخ العراقة والأصالة، امتداد لدعوة بطل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي فتح، وذلك يدلي كل منا بدلوه لتستطيع مصرنا أن تنهض برجالها بشباب أبناء محافظة الأقصر وفخر لها ولصعيد مصر. هو الأستاذ ضياء أشوان. المصريين والعرب وواجهة أقصرية حضارية سياسية، التعليم الصناعي والزراعي، ولا يغضب مني البعض أنني لا أرتم إلى التعليم التجاري الآن، أود أن أنحيه جانبا. لما في محافظة الأقصر مثلا على سبيل المثال، محافظة الأقصر بها 32 مدرسة للتعليم الفني، لأن النهضة الزراعية لمحافظة الأقصر وهي مثال لمحافظات الجمهورية لا تتأتى إلا من خلال مدارس التعليم الزراعي. ونعرف أن هناك وليس هجنة، لكن أتحدث عن الفائد لمصرنا الحبيبة. الفائد أننا دولة زراعية، طموحنا بمعنى أن يكون ارتكازنا على التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ليسيا. أنني كان لي ابن خال متفوق علمي، متفوق دراسي جدا في الصف الثالث الإعدادي، لكنه ثم معادلة ثم كلية الهندسة، الآن هو مدير لشركة بترول كبيرة.